السلام عليكم، دلوقتي عايزين نرسم ماس ونشوف نضيف لها البرومتر بحيث نقدر نتحكم فيها. فهقول له نيو واختار conceptual ماس الماس. طيب هقول له هنا ان انا عايز ارسم الريفرنس لاين اهوت، والريفرنس لاين انا عايز اقفله من النقطة ديت هاد ستاب، وبرضو اقفل برضو مع النقطة ديت هاد ستاب. ودلوقتي هديله زاوية معينة انجلر اهوت، واديها برامتر عشان اقدر اتحكم فيها بسهولة. يعني اقدر اجي هنا واقول له مثلا خلي دي مثلا بصفر مثلا، فيبدأ يتغير معاها. طيب دلوقتي هقول له ست، اقول له انا عايز ارسم على ديت، وابدأ ارسم في الموديل مستطيل بالشكل دوت. الاين ده مع دوت اهو، وممكن نرسم دايمنشن تاني نقفله، وده برضو ممكن نرسم دايمنشن كده، ونقدر نخلي ده فيه زي اكس مثلا بالشكل دوت. نقدر نيجي هنا نغير الزاوية دي مثلا لـ20، فالشكل يجي يتغير معاها. ودي خلينا نديها مثلا واي، فلو قلت له احنا هنغير الواي مثلا لـ20 والاكس مثلا لـ20 هتغير معايا بالشكل دوت. طيب عايز ارسم ليفل تاني، واخد الشكل ده فوق واقول له كرييت، واقول له كرييت ليفل، وابدا اطلع مثلا بالشكل دوت، وابدا اعلم على الشغل دوت، واقول له اوكي كوبي، واقول له طلعه لي ليفل 2. تعالى بقى نشوف. طبعا انا مش عايز ده يبقى واي، خلي ده واي 2. وده خليه اكس 2. طيب والزاوية ديت اخليها اي 2. فلو انا جيت هنا وقلت له الاي 2 هنخليها 50، هيتغير معايا بشكل ده. طيب انا ممكن اعمل سيلكت على الشكل ده والشكل دوت، واقول له كرييت فورم، فيبدا يعمل لي كرييت فورم بالشكل دوت. طيب ممكن بعد كده اجي واقول له انا عايز اغير ديت لي مثلا 90، وعايز اغير خلي دي مثلا 70، عايز اغير دي مثلا لـ30، ودي هنخليها 50 50 50 30. الزاوية دي 50 50، خلي دي 0. اوكي، فيبدأ يعملها لي بالشكل دوت، بحيث ان هو يقدر يعمل روتيت وفي نفس الوقت يغير الأحجام بتاعتها.